بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعندما سمع موسى صوت الله عز وجل يقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. صدق الله العظيم. زاد انتفاض جسده وازداد خوفا وخشية بعد أن عرف أن الله هو من يتكلم معه، وخلع عليه. وأكمل الله عز وجل قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. صدق الله العظيم. وعندما رأى موسى الحية تسعى حوله وبين قدميه خاف واستدار وولى مدبرا، ولكن الله عز وجل ناداه قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ومد موسى يده إلى الحية فتحولت إلى عصا مرة أخرى. وقال الله عز وجل مكملا له: بسم الله الرحمن الرحيم، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. ووضع موسى يده في جيبه فخرجت بيضاء من غير سوء، ووضع يده على قلبه فاطمأن وسكت. وأصدر الله أمره لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال موسى: رب إني قتلت نفسا من آل فرعون وأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. وأجاب الله عز وجل دعوته وقال له: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ودعا موسى ربه مرة أخرى وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. تقبل الله دعاء موسى وجعل هارون وزيرا له، وسرد الله له حكايته منذ ولادته إلى أن قال له: واصطنعت.
الفاسقين. وكان موسى يسير مع أهله وهو شارد الذهن يفكر فيما حدث. ماذا سيفعل مع فرعون؟ إن الله أمره أن يدعو فرعون إلى دين الله برفق ولين، وأن يطلب منه أن يعتق بني إسرائيل من العبودية والمذلة التي يعاملهم بها. موسى ولدي، إذن فقد جاءتك الرسالة والنبوة. كنت أعلم تماما أنك النبي الذي سيبعثه الله لفرعون كي يخلصنا منه. وقد استجاب الله دعاءك وجعل لك أخاك هارون وزيرا لك ليشتد به عضدك. إذن فقد جعل الله هارون نبيا معك. يا لسعادتي، أنتما الاثنان أصبحتما نبيين. ولكن ولدي، ماذا عن النفس التي قتلتها؟ إن الله أخبره أنه سيكون معهما، ولن تصل أيدي فرعون وجنوده إلى موسى أو هارون أبدا. الله أكبر، إن القوة لله جميعا، فلتتوكل على الله ولتذهب لفرعون في الصباح كي تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.